لحظة سقوط طائرة مسيرة اليمن يقول إنها طائرة تجسس سعودية، ولكن لم تعلن السعودية عن سقوط طائرة مسيرة، والبعض يقول إنها طائرة يمنية سقطت أثناء تجربة استخدامها. وهذه لحظة سقوط الطائرة، لا نعلم إن كانت يمنية أو سعودية، لكن الفيديو يوثق لحظة سقوط السلام عليكم وأهلا بكم. عاجل قصف محيط قاعدة أمريكية في هذا المكان، وكيف استولت روسيا على طائرات أمريكية، وخلاف جديد بين السعودية وأمريكا، وأخبار حرب أوكرانيا وروسيا. وآخر سؤال، لماذا اختفت الطائرات البيركدار في حرب أوكرانيا وروسيا وما سمعناش عنها أي أخبار من فترة؟ طيب نبدأ بسم الله. فيديو حصري. الدفاعات الروسية أعلنت اليوم مقتل مئات المرتزقة الأجانب في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة وتدمير مخازن سلاح. النهاردة الخميس 2/6/2 يونيو، أعلنت المتحدث الرسمي باسم القوات الروسية اللواء إيغور كونيشكوف اليوم الخميس أن القوات المسلحة قامت بتصفية المئات من المرتزقة الأجانب، والكلام ده دا كان داخل معسكرات التدريب قبل أن يبدأوا العمل. طيب علي يقول إزاي يعني عرفوهم إزاي وأماكنهم إزاي؟ الأقمار الصناعية الروسية تراقب كل شبر في أوكرانيا، كل شبر في أوكرانيا، السلاح ده دخل فين والمرتزقة دخلوا فين وبيتدربوا فين، حتى الناس اللي هم داخل الحقول اللي هي يعني حقول مغطاة، حقول فيها درع عالي أعلى من الإنسان، مش الأشجار والحاجات دي، بيشوفوهم وبيوصلوا لهم بأسلحة عالية الدقة زي ما قال أو زي كما قال المتحدث الرسمي. أسلحة دقيقة، تم توجيه الأسلحة ودمرت 21 هدف تتمركز فيه القوات البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ده أول يعني خبر، لكن في أخبار كثيرة عن أوكرانيا وروسيا. في مدينة اسمها ليمان عثرت القوات الروسية على طائرات أمريكية اللي هي الطائرات الانتحارية كاميكازي، وهي كلمة كاميكازي كلمة يعني يابانية، والطائرات دي انتحارية فيها يعني رأس انتحاري بينضرب على، لكنها فيها متفجرات وفيها يعني أصلا روسيا ما عندهاش هذه الطائرات، فهنا عثرت روسيا على مخزن لسلاح طائرات أمريكية كاميكازي، وهنا التكنولوجيا بقى استفادوا بيها وهتبقى يعني حاجة كويسة جدا بالنسبة للقوات المسلحة الروسية. روسيا يعني يقولون ان الأسلحة الأمريكية اللي انتوا بتبعتوها لأوكرانيا، وأوروبا بتبعت لأوكرانيا وأمريكا بتبعت لأوكرانيا، بيقول لهم ان الأسلحة دي هتزود معاناة أوكرانيا ومش هتقلب موازين الحرب، ولكن أمريكا وأوروبا عايزين حرب استنزاف حتى يرهقوا القوات الروسية، وعايزين حرب إلى آخر جندي أوكراني. يعني الكلام اللي بيقول لهم إحنا مسيطرين على، حاليا دلوقتي القوات الروسية مسيطرة على 20% من الأراضي الأوكرانية، وإن الحرب في الخطوط الأمامية تمتد لألف متر، يعني عرض الجبهة بين أوكرانيا وروسيا 1000 كيلو متر، مش 1000 متر، آسف. وكانت أمريكا أعلنت عن إرسال منظومة صواريخ متوسطة المدى وسط تحذيرات روسية من استخدامها لقصف العمق الروسي. يعني روسيا قالت لو أرسلت صواريخ إلى أوكرانيا ودخلت الصواريخ في العمق الروسي هتبقى الحرب مباشرة بين أمريكا وبين روسيا. روسيا النهاردة بتقول لك الأسلحة الغربية تتحول إلى كومة حديد في أوكرانيا، ما هو السبب؟ السبب حاجتين في رأي القوات الروسية، يقولون إن في حاجتين يعني سبب إن تحول السلاح الغربي في أوكرانيا لكم حديد. السبب الأول إن مفيش خبرة، الجنود الأوكرانيين لا يستطيعون أن يستفيدوا من الأسلحة التي تصلهم من الخارج بسبب جهلهم بها، وكمان الأسلحة كمان هم في أسلحة قديمة عايزين يتخلصوا منها، فبيبعتوا لهم الأسلحة دي، وانتوا عارفين الأسلحة دي مش ببلاش، والسلاح مقابل القمح الأوكراني، كل ديون وسجل في النوتة لغاية ما ياخدوا اللي هم عايزينه، والأسلحة دي قديمة أصلا، قردة، في أسلحة كتير قردة اتبعتت لأوكرانيا والعداد بيعد.
روسيا النهارده فرضت قيود على تصدير الغازات اللازمه لانتاج الرقائق الالكترونيه واشباه الموصلات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انتوا عارفين ان البورده اللي بيصنعوا منها اللي هي الرقائق الالكترونيه اللي هي في السيارات وفي الطائرات وفي الحاجات دي وفي الموبايلات وكل الرقائق الالكترونيه اللي هي البورده بتحتاج لغاز معين، والغاز ده موجود في روسيا. اعلنت روسيا اليوم الخميس عن فرض قيود على تصدير الغاز اللازم لانتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. وأكد البيان أنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية. يعني ما تقدرش شركة من روسيا تصدر هذا الغاز، وهو غاز اسمه الهيليوم والأرجون والنيون، ثلاث أنواع من الغاز بينتجوا بيدخلوا في إنتاج الرقائق الإلكترونية. وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون. طيب، خلاف جديد بين السعودية وبين أمريكا. أزمة جديدة يفجرها البيت الأبيض قبل لقاء بايدن وبن سلمان. الأزمة لما بايدن قال سابقا إن السعودية دولة منبوذة. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت انها كلمات بايدن لا تزال قائمة الى اليوم، يعني احنا متمسكين بكلمات بايدن لا تزال قائمة حتى اليوم، يعني السعودية دولة منبوذة. وهنا كان في ترتيب لقاء بين الرئيس بايدن وبين سلمان، هذا اللقاء اعتقد في مهب الريح. طبعا انتوا عارفين بن سلمان، محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، رفض كامل يعني الانصياع لواشنطن وزيادة البترول على حساب روسيا، وقال احنا ملتزمين بأوبك. ومن هنا يعني عصى ما تريده امريكا وبايدن، فهنا غضب امريكي على بن سلمان ورجعوا يأكدوا القول بتاع بايدن السعودية دولة منبوذة. طبعا عند العرب وعند امريكا برضه دولة منبوذة، فيعني ده كلام يعني العرب برضه بيقولوا نفس الكلام. عايز اقول لكم بخصوص نبذ الدول والكلام ده، يعني انا مثلا ما عنديش مشكله اني يعني اقبل اي شعب في العالم. الشعب ما لهوش دعوه، الشعب في ناحيه والحكومات في ناحيه اخرى، يعني بفصل بين الحكومات وبين الشعب. حتى يعني مثلا في خلاف بين مصر واثيوبيا، هل الشعب الاثيوبي؟ لا، الشعب الاثيوبي فيه شعب محترم وناس محترمه ومش عايزه مشاكل، لكن الحكام في وادي والشعب في وادي. المغرب مثلا الحكام في وادي والشعب في وادي، دول كثيره جدا. فاحنا لا، انا بحترم الشعوب في كل مكان، ولكن ما يفعله الحكام ده شيء تاني. لكن احنا بنخاطب الشعوب وبنخاطب الناس، وبقول تحيا المغرب وتحيا الشعوب في الجزائر والمغرب وكل الدول العربية، وحتى الدول اللي هي بتعادي مصر. يعني مثلا مصر في يعني خلافات بينها وبين تركيا، لكن في شعب تركي محترم وبنكن ليه كل الاحترام. فما فيش مشكلة، انا متصالح مع نفسي. بالنسبة للشعوب بفصل بين الشعوب وبين الحكام. حتى لما واحد سألني وقال أمريكا، قلت له الشعب الأمريكي في وادي والحكومات في وادي، وأمريكا فيها ناس محترمة وفيها ناس يعني أصدقاء وأقرباء من مصر ومن كل مكان، فالشعب في وادي والحكومات في وادي، لا نخلط الأوراق. فهنا يعني السؤال، يعني لا تكونوا تهتموا مني، في حصل النهاردة اليوم الخميس قصف بين ميليشيات قصد التي تدعمها أمريكا في سوريا وبين تركيا، وتركيا قصفت ميليشيات قصد وقصفت محيط القاعدة الأمريكية في سوريا. والكلام ده أنا قلته قبل كده لما يعني قلت إن روسيا بتراقب الموقف وعايزة يعني تركيا وقصد المدعومة من أمريكا والقاعدة الأمريكية يخبطوا في بعض، لأن المشكلة اللي هتعملها تركيا في هذا المكان، وهي بتنتظر القوات الروسية موجودة في روسيا في سوريا إلى أن هتشوف الدنيا ماشية إزاي، وبناء عليه تدخل في يعني النزاع السوري، وهي داخلة موجودة من الأول. ويقولون إن إحنا مدعو يعني جايين بدعوة من رئيس سوريا ونحضر كل شبر في سوريا، ومعروف إن في قواعد روسية في سوريا. اليوم النهاردة تركيا قصفت محيط القاعدة الأمريكية في سوريا، وقصفت قرية تل أبيض، عشان علقته كتير على الكلمة دي،
سوريا قصد قصفت قرية تل أبيض بالصواريخ، وقصفت سوق في تل أبيض، وتركيا قصفت أرياف الرقة والحسكة وحلب، وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى. آخر سؤال عشان ما أطولش عليكم، أين اختفت الطائرات البيركدار في أوكرانيا؟ بحسب المحللين هناك سببان لاختفاء الطائرات البيركدار في أوكرانيا، ونشوف دلوقتي برضو الطائرات البيركدار وهي يعني تسقط كالذباب. السبب الأول أن روسيا استطاعت إسقاط العشرات بل المئات من طائرات البيركدار، والسبب الثاني سياسي، غضب روسيا من تركيا، ويعني تركيا شافت ان الطائرات البيركدار عبارة عن طائرات ورقية، فيعني عشان سمعة هذه الطائرات يعني رفضوا اعطاء اوكرانيا مزيد من هذه الطائرات لكي لا تسقط، ولكي يعني ايه يعني زي ما بيقولوا خلي الطابق مستور، وكمان عملوا حساب لروسيا لان غضب روسيا مش سهل بالنسبة لتركيا. واخر عملية قامت بها طائرات البيركدار في 7/5 لما اسقطت زورق في جزيرة في اوكرانيا، والزورق ده تابع للقوات الروسية، وبعدها اختفت تماما الطائرات البيركدار، وامامنا الطائرات البيركدار اهي وهي تسقط واختفت تماما. البعض يعني يطلق عليها البقرة في الدار، والبعض يطلق عليها طائرات ورقية، لكن هي طائرة يعني لم يستطع احد اسقاطها الا في روسيا. هي حربت يعني مسلحين تجراي وهزمتهم، وحربت في اماكن كثيرة، لكن روسيا صنعت سلاح لها واسقطتها، واصبحت بالنسبه لروسيا طائره ورقيه. هل لو اشتغلت الطائره البيركدار في سوريا وهناك موجود القوات الروسيه، هل سيحدث ما حدث في اوكرانيا؟ لنرى. تحياتي لكم، واشتركوا في القناه ليصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الاديب، بحاول انطق حرف القاف وحرف الجيم، لان يقولون ان المصريين ما لا يقدرون نطق حرف القاف وحرف الجيم، ينطقوا الجيم جيم وحرف القاف قال أو قال، فهنا دي لهجة مصرية، واللهجة المصرية محبوبة عند كل العرب. وتحياتي لكم، ومحدثكم ظريف الأديب.